ترمي لها الدبله في وشها ليه وتسيبها؟ انت حمار يالا؟ ما كانش قدامي حل تاني غير كده. ما كنتش عايز اربط مستقبلها بواحد فاشل ملوش مستقبل زي حالاتي. ده انت كئيب. هي ابوها بيشتغل ايه؟ في السيرك. بيشتغل ايه في السيرك؟ مروض اسود. ايه؟ مروض اسود. مروض اسود، اه. يسعى المرة منك يروح لسعى كرباك يكومك. وهي بتشتغل ايه؟ مروضة اسود. يا نهار اسود، ده انت هتتلسع من كل حتة. اسمها ايه؟ نوسة يا باشا. نوسة. البنت دي خطيبتك وهتجوزها في اقل من شهر. بجد؟ يا ريت يا باشا. بس لازم نصلح الاول الهباب اللي انت حببته ده. نصلحه؟ بس ازاي يا باشا؟ ناجي عطا الله عميد سابق في الجيش وملحق في الخارجيه السابقه برضه. اهلا يا فندم. اهلا. اتفضل سعادتك. اتفضل. اتفضل. ايه يا واد مالك واقف زي اللعبه كده ليه؟ اقعد اقعد يا تهاني، اقعد ما تتكسفش، اقعد. شوف ابو نوسه، الواد ده بيحب نوسه ونوسه بتحبه، واحنا جايين عشان نحط النقط فوق الحروف. بس يا ناجي بيه الحب مش كفايه. ما انا عارف، ما هو اصل مش معقول كمان الواد ده يتقدم كده فرداني لبنات الناس من غير ما يرجع لي، ما انا زي ابوه انا اللي مربيه. ما هو اصلا ناجي باشا يخلص خالص. اخرس. ايوه ابو موسى. شوف يا ناجي بيه، توامي لما دخل من الباب وطلب البنت قلنا له اهلا وسهلا، وقال انه هيعمل وهيسوي، ولا عمل ولا سوى، وفي الاخر كمان عايز يقعد البنت من شغلها، يعني اللي عايز يرحم ولا يسيب رحمه ربنا تنزل. بتكلمنا انا ابو موسى، سيبك منه ده وضع عبيط اهبل. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. شقته موجوده في عمارات العبور، انا عملت له تنازل عنها، يعني دلوقتي الشقه باسمه. ربنا ما يحرمني منك. يخلص خالص. ودي الشبكه ابو موسى. المهر بقى ادونا فرصة شهر، يعني شهر مش أكتر، وهندفع لكم اللي أنتوا عايزينه. عدينا العيب. مش مسألة فلوس والله يا ناجي بيه. ما أنا عارف، أنا عارف، بس الحاجات دي أصلها لازم تتحط لها حدود عشان كل واحد يبقى مرتاح. ها؟ وأنا ما أقدرش أرد لك كلمة، كفاية دخلتك علينا وتشريفك لينا. نقرأ الفاتحة؟ نقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. وحضرتك مش ده اسد برضه؟ ده سلطان. تعال يا سلطان. تعال يا سلطان. تعال يا سلطان. ازاي؟ الله يخرب بيتك يا تهاني. الباب منين؟ مش عارف. الباب منين؟ اهو اهو. ده عمره ما هيفلح. انا قلتلك مش دي خامس شغلانه نجيبها له وبرضه ما بيعمرش فيها. معلش معلش يا سيد، مصيره يتعلم. هيتعلم امتى؟ ده انا وانا في سنه كنت بدرس وبشتغل مندوب مبيعات، رجليا دابت من لف على المحلات، وده عايز يقعد باشا والفلوس تجيله لحد عنده. والنبي والنبي ما تنكد عليه، هو جاي نفسه مكسوره ومتضايق وزهقان خلقه. قول له كلمتين يريحوه ويشجعوه، ده انت اللي مربيه، ده ابنك.